أعلنت الأمم المتحدة إغلاق المحكمة الخاصة بلبنان التي كانت مكلفة بالتحقيق في هجوم 14 فبراير عام 2005 وسط العاصمة بيروت، والذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين. وأكدت الأمم المتحدة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن المحكمة الخاصة عقدت جلسات غيابية وقضت بإدانة 3 أفراد هم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي فيما يتعلق بهجوم 14 فبراير عام 2005. وأكد المتحدث نفسه أن المحكمة حكمت عليهم جميعا بالسجن المؤبد 5 مرات. لفهم الموضوع أكثر ينضم إلينا من بيروت الدكتور بول مرقص، أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جوسيستيا الحقوقية. أهلا بك معنا دكتور. نود أن نفهم بداية ملابسات إغلاق المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، يعني ما سببه بداية؟ أعتقد أن السبب الأساسي هو نقص التمويل، النقص الحاد في التمويل. تعرفين معي أن لبنان مثلا هو تحت عبء دفع 49% من ميزانية هذه المحكمة، فيما البلاد تنوء تحت وطأة الانهيار النقدي والمالي والاقتصادي والمعيشي منذ نحو 4 سنوات دون أن تقوم الدولة اللبنانية بالخطوات اللازمة للنهوض الاقتصادي والمالي والمصرفي. السبب الثاني هو أن هذه المحكمة لم تفضي إلى نتائج يعني ملموسة، فبالتالي هي فعلا ركزت على إدانة سليم العياش، فيما الجريمة كبيرة وذات أبعاد ودلالات خطيرة جدا، ولا بد أن تكون يعني موضع صنع ومشاركة وتآمر من قبل أفراد عديدين ووراءهم من وراءهم. فبالنسبة للرأي العام اللبناني والرأي العام العالمي كانت هذه النتيجة محبطة الأمال التي لطالما عقدت على هذه المحكمة، مما أثر على ديمومة هذه المحكمة. وبالفعل هي أعلنت أنها لن تتمكن بعد يوليو 2021 من القيام بمهامها بسبب النقص الحاد في التمويل. طب بالرغم يعني دكتور بالرغم من انه عائله الحريري كانت وقبلت الحكم في وقت سابق، اليوم ما البديل لهم وماذا يعني الغاء هذه المحكمه بالنسبه للقضيه والحكم الذي صدر بحق سليم عياش والاعضاء الاخرين بحزب الله؟ اعتقد انه فعليا لا بديل فعلي. هنالك بديل نظري، ان تعود صلاحية القضاء اللبناني وتفعل، لكن تعرفين معي كم أن القضاء المحلي عاجز عن مواجهة هكذا جرائم منظمة، وبالتالي أعتقد أن الأبواب شبه موصدة لإعادة تحريك الملفات القضائية المرتبطة بالجريمة الأساسية، لأن هنالك عدد من الاغتيالات قد وقعت استتباعا او ارتباطا بالجريمه الكبرى التي اودت. صحيح، يعني حتى هذه الاغتيالات التي تلت هجوم 14 شباط و 14 فبراير كذلك ذهبت سدى لن تتبناها اي محاكم اخرى سواء كانت دوليه اخرى او حتى لبنانيه محليه. عمليا نعم، اعتقد ذلك للاسف. نعم. طيب يعني ما مصير ال3 أشخاص الذين تم إدانتهم، سليم عياش، حسن مرعي وحسين عنيسي؟ هل هم تحت إدانة دولية؟ هل يحكموا بهذا يعني هل حكم السجن المؤبد لازال قائم بحقهم أم أصبحوا أبرياء الآن؟ لا طبعا، هنالك من أدين، هنالك إدانة له، هنالك حكم صادر بحقه، وهذا قرار ينفذ دوليا، لكن العبرة لا تكمن هنا، العبرة في مدى إمكانية تنفيذ هكذا قرارات قضائية فيما الشخص متوارن لا يعرف عنه شيئا والسلطات اللبنانية تقول أنها عاجزة حتى عن تبليغه.
وبالتالي هل هو حي يرزق، هل هو يتنقل تحت اسم مستعار، ما مصير هذا الشخص؟ لكن على المستوى النظري هنالك حكم قضائي بحقه بطبيعة الحال. طيب، وبماذا يحي ذلك أو ينذر بالنسبة للقضاء إجمالاً وتحديداً القضاء اللبناني، خصوصاً أن هذه القضية لبنانية بداية؟ هذا يعني يزيدنا تشبثا بما ندعو إليه طويلا عبر القول أنه يجب تعزيز قدرات القضاء اللبناني، وأن يعني العبرة تكمن في أن ينجح القضاء المحلي في التصدي لهكذا جرائم، فإن التعويل إذن على القضاء الدولي هو تعويل استثنائي عرضي لا يمكن البناء عليه، ولا يمكن أن يقوم القضاء ولا العدالة على محاكم استثنائية، ولو كانت هذه المحاكم هي محاكم دولية إلا أنها من باب الاستثناء، ومهما تحدثنا فإن لها مرحلة مؤقتة ولها دعم سياسي ممكن أن يزول في أي وقت كان، مما يؤدي بهذا الدعم إلى التلاشي وبالتالي إلى فقدان مسار العدالة التي كنا نتوخاها. شكرا لك، كنت معنا من بيروت الدكتور بول مرقص، أستاذ القانون الدولي.